بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا في الفقرة الدراسية هناخد كده حاجة من علوم الكنيسة لمدة 10-12 دقيقة، وبعدين الكلمة يقولها لنا قدس أبونا مين النهاردة، ويكمل معاكم سلسلة التطويبات. لما نيجي نتكلم على طقوس الكنيسة، يعني نظام العبادة في الكنيسة، ولما نيجي نتكلم على عقيدة الكنيسة، يبقى بنتكلم على إيمان الكنيسة اللي تعمدنا عليه. لكن لما نيجي نتكلم على قوانين الكنيسة تقول إيه؟ تاني، طقوس نظام عبادة، عقيدة إيمان. لكن لو نيجي نتكلم على قوانين الكنيسة، وحبينا نعرف قوانين الكنيسة إيه هي وإيه مصادرها وإيه أنواعها، هو ده اللي هنتكلم عنه في العشر دقايق جدا اللي جاية، علشان برضو يبقى عندنا فكرة عن كل حاجة. طبعا اللي بيدرس بتخصص في الإكليريكية أو بيدرس تخصص في معهد دراسات أو بيعمل ماجستير في قوانين الكنيسة، دي قصة تانية أكبر مننا، بس إحنا كشعب لازم نكون عارفين على الأقل حاجة عن كل حاجة، حاجة عن كل حاجة. سؤال، إيه هي قوانين الكنيسة؟ حد عارف إيه قوانين الكنيسة؟ ها مين يقول؟ قوانين الاباء الرسل، قوانين الاثنى عشر، هي دي كل دي قوانين الكنيسه، مجامع المسكونيه. بص، مش هو ده تعريف قوانين الكنيسه. تعريف قوانين الكنيسه هي مجموعه الاحكام، مجموعه الاحكام اللي اتفقت عليها الكنيسه، وبتحكم العلاقات جوه الكنيسة وبين الكنيسة وبين العالم. يبقى ده اسمه القانون الكنسي. يعني ايه القانون الكنسي؟ مجموعة من الأحكام، مجموعة من القوانين بتحكم العلاقات. يعني بتحكم العلاقات؟ طلعت في دماغي فكرة ان مدام انا بقدر اعمد ودش النفس من اجل المسيح، واهم حاجة هي المعمودية، يبقى من حقي ارسم كاهن. طلعت في دماغي كده. يقول استنى، قوانين الكنيسه اللي بتنظم الاعتبارات والاحكام داخل الكنيسه قالت ما يرسمش الكاهن الا الاسقف، درجه الاسقفيه هي اللي ترسم الكاهن، وبالتالي الاحكام اللي بالشكل ده سميت قوانين الكنيسه. انا ما قلتش ايه مصادرها او ايه انواعها، انا قلت كلمه تعريفها. فقلنا كلمه عقيده يعني ايمان، كلمة طقس يعني نظام عبادة. طب كلمة قانون كنيسة معناها ايه؟ الاحكام والاعتبارات اللي بتحكم الكنيسة في علاقتها جوه وبره. انا عاوز اروح اصلي قداس في كنيسة في اوروبا، الحقيقة لا ما اقدرش اصلي، في قوانين جوه الكنيسة تمنعني ان انا اصلي في اي ابروشية خارج الابروشية اللي انا فيها الا باذن من اسقف الابروشية، ومعايا جواب من الأبروشية اللي أنا خارج منها. قانون الكنيسة بيقول كده، ده قانون الكنيسة المحلي. وإلا ممكن واحد يكون لابس اسود ومربي دقنه وعلى بس لعمة، وجاي يقول أنا اسمي أبونا فلان من أبروشية كذا، وقال له أهلا وسهلا، ويطلع أبونا ده عليه حكم أنه ما يصليش وممنوع يقرب من المذبح. أنا أتحاكم ليه؟ لأن طبقا لقوانين الكنيسة ما تأكدتش ليه منه يا أبونا. يعني أنا كنت رايح مرة في أيام أبروشية، أيام نيافة الأنبا ميخائيل، وكان ابن عمتي يعني واحد قريب ليا بالجسد توفى، فأنا رايح علشان أصلي الأربعين بتاعه، فقالوا مش هتصلي إلا لما تجيب لنا جواب من البطريركية موجه باسم نيافة الأنبا ميخائيل عشان تصلي. الأنبا ميخائيل في القانون ما يعرفش حد إلا القانون. فواخدين بالكم؟ يبقى ده اسمه قوانين الكنيسة. يبقى قوانين الكنيسة عبارة عن ايه؟ مجموعة الأحكام اللي بتحكم العلاقات، بتحكم الطريقة، مش أي حد يطلع في دماغه حاجة يعملها. وإلا حضرتك ممكن تعمد ولادك بقى، ما هو يعني أي حد يعمل أي حاجة، فاهمين؟ يبقى دي اسمها قوانين الكنيسة. طيب، إيه أقدم قوانين في الكنيسة؟ أقدم قانون كنسي كان في مجمع نقرأ عنه، اسمه مجمع أورشليم في الإصحاح 15 من سفر أعمال الرسل. حصلت مشكلة في الكنيسة،
عاوزين نواجه المشكلة ان في ناس من الامم اليونانيين وفي ناس من الامم اللي في منطقة زي تركيا اللي هي اسيا الصغرى قبلوا الايمان بالمسيح، يختتنوا ويمروا بالطقس اليهودي ولا نعمدهم من غير ختان؟ سؤال. طب نعمل ايه؟ طب يا بولس تعمل ايه؟ طب انت قال لك نرجع لاورشليم ونقعد مع بعض احنا الرسل ونقول كده الروح القدس قال لنا ايه؟ فصلوا ووصلوا القرار، قال لك لا يثقل على الامم، يعني الناس اللي داخلين على الايمان مش هنطالبهم بالختان، بس يمتنعوا عن الدم والمخنوق والزنا، ما دام هم الحاجات دي بسيطه كده خلاص كفايه قوي المعموديه والايمان بالمسيح، لكن ختان اليهود ما يلزمناش. حصل بعد كده برضو في القرن الاول الميلادي عيد القيامه عاوزين نحتفل بيه، طب نحتفل بيه في الحد اللي المسيح قام فيه؟ طب ما هو الحد ده دايما بيوافق الفصح اليهودي. الفصح اليهودي، فالناس هتفتكر المسيحيين بيحتفلوا مع اليهود بالفصح، فيقولوا ان المسيحيين هم ايه؟ فصيله يهوديه، فالكنيسه عملت قانون قالت فيه ان عيد القيامه مش ممكن يتفق مع عيد الفصح اليهودي عشان الناس ما تفتكرش ان احنا يهود، يبقى الكنيسه عملت قوانين. برضو من اقدم القوانين اللي في الكنيسه اللي قالها القديس بولس الرسول لرسالته في تلتينيز تيميساوس لما قال ايه شروط اختيار الشماس؟ ايه شروط اختيار الاسقف؟ ايه شروط اختيار الكاهن؟ هنحط بقى نظام يعني بيقول للاسقف كده ما تحطش يدك على احد بالعجله، وبيقول له لا تحمل الموهبه المحطوطه فيك بالروح القدس لموهبه الكهنوت وموهبه الاسقفيه او درجة الاسقفية، وقال على الشماس ان يكون بلا لوم ومش شريب خمر ومحد ومش ضريب مش بتاع خناقات مش شضلي يعني، فحطش كل اللي قاله بولس الرسول اعتبر قانون كنيسة، لان كانت الكنيسة لسه بتتنظم. معايا ولا مش معايا؟ زمان مثلا كان في الكنيسة الناس بتتناول بايديها الجسد وتاخد الكاس وتشرب منه، اكتشفوا ان بعد كده في ناس ما بتلحقش تتناول لان اللي سبق خلص، فقال لك لا هنحط قانون كنيسه ان ما حدش يناول الا الاكليروس اللي هو الاسقف او الكاهن لو الاسقف مش موجود يصلي القداس ويناول. كان زمان في قانون في الكنيسه ان ما حدش يعمد غير الاسقف ويمنح الروح القدس بالنفخه. طب الكرازه كترت هنجيب اساقفه منين؟ ده هيبقى كل كنيسه لازم على الاقل يكون فيها اتنين اساقفه. فقال لك لا الكاهن يقدر يعمد بس ما يقدرش يعمل الروح القدس الا بالميرون مسحه الميت وهكذا. كل دي قوانين اتطورت جوه الكنيسه، فدي اقدم القوانين. طيب سؤال اخير نختم بيه ونخلص النهارده، ايه هي انواع القوانين اللي في الكنيسه؟ ايه هي انواع القوانين اللي في الكنيسة؟ القوانين اللي في الكنيسة عبارة عن الاتي، هنقسمها مجموعات. اول مجموعة من القوانين الكنسية هي اقدم قوانين مجمعة اسمها قوانين الاباء الرسل، ودول عددهم 127 قانون. عددهم كام؟ 127 قانون. على فكرة احنا عندنا وعند الكاثوليك وعند الروم الارثوذكس القوانين دي موجودة ومتجمعة، هم بس فصصوها فبقت 128، احنا ضمناها 127، كنيسة تانية خليتهم 129 على اساس ان جابوا قانون فصصوه قانونين، لكن هم تبقى لينا احنا هم 127 زادوا واحد نقصوا واحد، لكن هم تقسيمة يعني اختلفت التقسيمة. دول اسمهم قوانين الاباء الرسل. اتكلموا فيهم على عيد القيامة، اتكلموا فيهم على المعمودية وشروطها، اتكلموا فيهم على حاجات كتير. خلي بالكم قوانين الآباء الرسل 127 مش هم الدسقولية. ناس بتقول لك قوانين الآباء الرسل هم الدسقولية، لا. كلمة دسقولية دي حاجة تانية خالص. دي شوية إرشادات وتعاليم الآباء الرسل اجتهدوا فيها، لكن مش ملزمة زي القوانين. اتفقنا؟ يبقى ده بالنسبة لإيه؟ حطوا في القوانين الرسل ديت صوم الأربع والجمعة، وحطوا فيها صوم الأربعين المقدسة، واتكلموا على حاجات كتيرة قوي جوه قوانين الرسل، واتكلموا إن الفصح ما يوافقش عيد القيامة، ده اللي أنا قلتها لكم قبل كده. يبقى أول مجموعة من القوانين اسمها قوانين إيه؟ الآباء الرسل. اتكلمنا على أقدم القوانين، واتكلمنا على أول مجموعة.
تاني مجموعة في الأهمية اسمها القوانين الإيمانية. يعني احنا بنصلي كل قداس وبنصلي كل صلاة حاجة اسمها قانون الإيمان لسه قايلينه في عشية وهنقوله بكرة في رفع وخرباك. وكل ما بتصلي الأجبية بتقول قانون الإيمان. يعني ايه قانون الإيمان؟ يعني حصلت مشكلة فالكنيسة قالت هنحط الإيمان في جمل كلها جاية من الكتاب المقدس، تثبت لاهوت المسيح، تثبت الثالوث الأقدس، تثبت القيامة، تثبت الفداء، تثبت العقائد المسيحية الأساسية، وتبقى قانون محدش هيتعمد قبل ما يستلم قانون الإيمان ويؤمن بيه كلمة كلمة، بالحقيقة نؤمن بإله واحد، واخدي بالكم؟ وهكذا. يبقى ده اسمه قانون. القوانين بتاعت المجمعية دي احنا دينا ثلاث مجامع نعترف بيهم، نيقيا والقسطنطينية وأفسس. حطت الإيمان وحطت بعض القوانين تاني. يعني حطت قوانين تانية، قالت أي مسيحي يشتكي مسيحي لمحكمة وثنية قبل ما يكون اشتكالي الكنيسة يبقى المسيحي ده غلطان وهو اللي يتعاقب. وعلى فكرة دي أساسها رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الإصحاح الخامس، إن يا الرابع يا الخامس تالي الرابع، إن محدش يشتكي مسيحي برة تاخدي بالنا قبل ما يكون اشتكى للكنيسة. فده قانون. يبقى حطت قوانين كتيرة قوي، حطت قانون للأسقف وحطت قوانين للكاهن. يبقى أول مجموعة من القوانين اسمها قوانين الآباء الرسل، تاني مجموعة اسمها القوانين إيه؟ المجامع المسكونية. تالت نوع من أنواع القوانين اللي ممكن برضو نعرفها حاجة اسمها قوانين الإكليروس. يعني إيه قوانين الإكليروس؟ لو الكاهن ده غلط نعمل معاه إيه؟ وعلى حسب الغلطة اللي غلطها أبونا نحاسب. ففي حاجات أنا أتحاسب عليها تمس سمعة الكهنوت كله، واخدين بالنا؟ يبقى الإكليروس الأسقفة ليهم قانون، والكهنة والشمامسة المكرسين اللي هم الإكليروس، واحد غلط في الكنيسة، واحد غلط في الإيمان، نعمل إيه؟ كل ده في قوانين ليه. يعني مش بنحاسبه كده على حسب مزاج الأب الأسقف يطص حكم، لا، ده في مجمع ويحكمه. فعندنا ما حاجة اسمها قوانين الإكليروس. الإكليروس اللي هم مين؟ الناس المتكرسة في خدمة ربنا. في قوانين كمان متعلقة بفئة من الفئات اسمها قوانين الآباء الرهبان. يعني ايه قوانين الآباء الرهبان؟ في قوانين باخوميوس، في قوانين او اقوال قالها مقاريوس عن الحياة الرهبانية تحولت مع الوقت القوانين، زي ما نقول دلوقتي ان في قوانين للرهبانة حطها المجمع المقدس. مش اي واحد يعمل دير والكنيسة تعترف بيه. نمرة اتنين، مش اي حد يخش الاسقف تاني يوم يرسمه راهب، لا، ده يقعد فترة بالاختبار من 3 سنين ل5 سنين، يلبس جلابية لبني وبعدين يلبس جلابية بيضة. وبعدين زمان ما كانش فيه اللبني دي، من 40-50 سنة كانت الجلابية البيضة وخلاص، او يرسموا الاسقف تاني يوم هو حر. دلوقتي لا، بقت فيه قوانين بتقول ايه هي الرهبنة وايه مواصفات الراهب وايه العقوبات اللي تبقى على الراهب اللي يخالف مجمع الرهبنة. فدي اسمها قوانين رهبنة، اتكلم فيها القديس باسيليوس، واتكلم فيها اباء انطاكيا، واتكلم فيها اباء اسكندريه. لكن الرهبنه ليها قوانينها. معايا ولا مش معايا؟ قلنا كم نوع من انواع القوانين. في قانون كمان اسمه قوانين الاحوال الشخصيه. يعني قوانين الاحوال الشخصيه؟ احنا عندنا قوانين اساسيه في الكتاب المقدس عن الاحوال الشخصيه، ان مفيش طلاق الا لعله الزنا. بس ايام زمان ما كانش في الكنيسه خطوبه، ما كانش في محضر خطوبة، وما كانش في حاجة اسمها شبكة، وما كانش في حاجة اسمها مش عارفين، كانوا بيعدوا كم خروف وخلاص، شبكتها 100 خروف، 5 جمال، كل واحد بقى ومقدرته. دلوقتي الدنيا بقت معقدة قوي. طب الفستان بتاع الخطوبة لما الخطوبة تتفك، طب مين اللي فك؟ طب مين اللي ما فكش؟ طب مين اللي دفع؟ طب مين اللي ما دفعش؟ لا، هنحط قوانين للخطبة، وهنحط قوانين للجواز نفسه، قوانين للأحوال الشخصية. طب لو واحد ضحك على واحدة، يعني كان عنده شوية مش متظبط، ياخد الحباية ويقابل خطيبته، الحباية مهدئة قوي تخليها عن كده، وتقول لي أنا ما شفتش أهدى منه. اتخطبت واتجوزت، بعد ما اتجوزت عرفنا أنه هو كان يعني هادي بالحبوب، اليوم اللي ما ياخدش فيه الحبة يزرقها، يعني يضربها ويزرقها. فقوانين الكنيسة قالت لا، ده كده يبقى فيه خداع، ومدام فيه خداع
يبقى في حاجة اسمها بطلان جواز وفي حاجة اسمها تطليق. طب ايه التطليق وايه بطلان الجواز؟ كل ده موجود فين؟ في قوانين الأحوال الشخصية. يبقى قوانين الكنيسة دي علم كبير قوي قوي. اللي بيدرس بقى إكليريكية وبيدرس في كليات اللاهوت بياخده بالتفصيل. ده في حاجة اسمها قوانين العقوبات وقوانين المحاكمات والدفاع. لا قصص قصص. لكن احنا برضو زي ما قلت لكم لازم نعرف حاجة صغيرة عن كل حاجة. احنا بس اتكلمنا النهاردة عن ايه هي قوانين الكنيسة، ايه هي اقدميتها، ايه هي انواعها، ايه هي مصادرها. بس في قاعدة ان اي قانون يخالف وصية في الكتاب المقدس يعتبر القانون ده ايه؟ باطل. زي ما في الدولة عندنا حاجة اسمها دستور وعندنا حاجة اسمها قانون تشريعي وعندنا حاجة اسمها المحكمة الدستورية. تقول اي قانون يطلعه مجلس الشعب لو يتناقض مع الدستور القانون ده يتلغي، لان الدستور بتاعنا هو مين؟ الكتاب المقدس. كفاية كده المعلومة اللي خدناها عن القوانين الكنسية. اتفضل. بصوا يا جماعة، في قوانين في المسيحية ما بنقدرش نطبقها لان احنا كمسيحيين عايشين في دولة ليها قانون، والقانون العام لازم نخضع له. فعلى سبيل المثال في موضوع الميراث، موضوع الهبة في المسيحية يحق لي ان انا اوزع ميراثي زي ما انا عايز. يعني وعشان كده في الدول المسيحية اللي خارج مصر في حاجة اسمها الوصية. يعني انا لو عندي انا ابن معوق، هو ابونا مينا وصل ولا لسه؟ طيب وصل اوكي. لو انا عندي ابن عنده ظروف اعاقة وانا عاوز اسيب له مبلغ كبير يصرف عليه، في المسيحية انا ليا الحق ان انا اقول ابني ده محتاج اكتر من اخواته فياخد 3/4 ميراثي والربع يتقسم على 3 التانيين ومحدش يقدر يعترض. لكن احنا في دولة مصر في قانون اخر بيحكمنا اسمه القانون العام، وبالتالي مش كل قوانين المسيحية نقدر نطبقها زي الميراث والهبة والحاجات دي كلها. ففي قانون، لكن احنا بننصح ولادنا ان مثلا في حكاية الميراث ننصحهم بايه؟ مش حاجة اسمها ان البنت تاخد قد الولد، ان لو المحبة موجودة والبنت محتاجة اكتر من الولد، الولد يديها اكتر من نصيبه. فده الاصل في المسيحية، ان الوصية وصية ايه؟ محبة. طيب هم قالوا لا احنا عاوزين نمشي القانون، هنقول ايه؟ على حسب القانون نمشي القانون. اخر سؤال، المسيحية تسمح بالتبني لكن القانون في مصر ما يسمحش بالتبني، وبالتالي لو انا تبنيت وترفعت علي قضية هبقى ممكن اخش السجن. هخش السجن. المسيحية في العالم كله تسمح بالتبني لكن القانون في مصر ما يسمحش بالتبني لعدم اختلاط الانساب وحاجة زي كده. لكن لا، في برة اي انسان مسيحي من حقه يتبنى، وابن اللي تبنيته ممكن اديله فلوس اكتر من ابن اللي من جسدي. انا حر، لان الفلوس ترجع لحرية الايه؟ الاب. احنا بنعلم شعبينا حاجة تاني، لو الاب قبل ما يتنيح قال وصية شفهية، الوصية الشفهية دي لو كل الولاد سمعوها هم مطالبين امام الله ان هم ينفذوها، مطالبين امام الله ان هم ينفذوها. كفاية علينا كده. لو عندكم اسئلة نبقى نشوفها بعدين عشان نلحق نتمتع بالكلمة.